ودلوقتي حضرات جه ميعادنا مع التقرير الرياضي اللي هنتعرف من خلاله على مجموعه من التمرينات الرياضيه السهله البسيطه اللي كلنا نقدر نمارسها بمنتهى البساطه في اي مكان. هنتابع معاكم التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا في اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده معانا تمارين لعضلات البكتيراليس ميجور او الصدر في البيت باستخدام الدمبلز او الرابر باند. هنبدا معانا اول تمرين. هنختار مثلا دكه او حاجه تكون عاليه شويه عندنا في البيت. نمسك الدمبلز كده، نرجع لورا. واحد، الاحظ ان الدمبلز بتاعي بيبقى عامل شكل سبعه فوق عيني بالظبط. بنزل وكوعي في اتجاه جسمي، مش فاتح ايدي لبره، لا بكون ضامن كوعي في اتجاه جسمي. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. ده كده كان أول تمرين معانا. ممكن نكرره 10 تكرارات أو 15 تكرار اللي هنقدر عليه باستخدام الوزن اللي عندنا. تاني تمرين معانا هيكون الفلاي. لاحظ إيدي بدل ما كانت كده بقت كده، وبنزل من غير متني كوعي، كوعي متني سنة بسيطة طول الحركة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. برضه هيكون التكرار من 10 ل 15 تكرار، والمجاميع من 3 ل 4 مجاميع. والفرق دايما ما بين الفلاي او التجميع بالدمبلز هو ان الفلاي بيستهدف عرض او الوايدنس بتاع عضلات الصدر، بيزود العرض بتاعها. اما التجميع بالدمبلز اللي انا بتني فيه كوعي وبفرده بيستهدف الكثافه بتاعت عضله الصدر او السمك بتاعها. وممكن باستخدام الرابرز باند اهو كده لفوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وكده بستهدف ألياف الصدر العلوية. تاني حاجة لتحت. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وكده بستهدف ألياف الصدر السفلية أو منطقة اللي هي الديكلاين. تاني حاجة بعدهم هنستخدم الدكة كده، نحط إيدينا عليها، نبتدي نعمل بوش أب. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. برضو هيكون من 10 ل 15 تكرار من 3 ل 4 مجاميع. وكده كان معانا تمارين لعضلات الصدر، وكان معاكم الكابتن حسن. شكرا.